حقيقة هذه الحكومة يعني حتى هذه اللحظة عملت بلا موازنة، وبالتالي أنها لم تكن تمتلك سيولة مالية كافية أو غير كافية حتى لتنفيذ أي مشروع، وما حققته من يعني تحريك الركود الحاصل في مؤسسات الدولة أدى إلى نتاجات إيجابية على كل المستويات والأصعدة، لكن هذه النتاجات هل هي الحد المطلوب والمستوى المطلوب، أو أنها حققت طموحات العراقيين إطلاقا؟ لا، نحن نسعى إلى أن تكون هنالك مشاريع ذات قيمة استراتيجية ممكن أن تستفيد من خلالها الأجيال المقبلة. المرتقب والمنتظر من هذه الحكومة أن تذهب إلى مديات أعمق وتغوص في الكثير من البرامج والمناهج الإصلاحية المتعلقة بمحاربة الفساد، القضاء على الفقر، توفير فرص عمل، محاربة الكثير من التراكمات والإخفاقات التي أنتجتها الحكومات السابقة. لكن في مقابل ذلك نجد هنالك حالة من الرضا والارتياح الشعبي المؤشر من قبلنا، وأن هنالك يعني نوع من الاستقرار، وإن كان هذا الاستقرار غير صلب لكنه حاضر في المشهد اليوم حتى على المستوى الإقليمي والدولي. النظرة على العراق اختلفت، أي أن عراق اليوم أو عراق أو العراق الذي تديره حكومة السوداني أصبح مختلفا عن بقية المراحل التي عاشها العراق، جزء من أقطاب معينة أو تحالفات أو تخندقات. اليوم العراق يسعى لأن يقدم مصالحه على مصالح الجميع عبر الدبلوماسية المنتجة، ومن هنا إذا كانت هنالك يعني إرادة عميقة وحقيقية في تجاوز جميع الخلافات، أؤكد أن هذه الحكومة سوف تصل بالعراق إلى بر الأمان إذا ما نفذت برنامجها الوزاري ومنهاجها الوزاري بطريقة احترافية. نعم.